نبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهارده واولى اخبارنا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نعى امبارح شهداء الوطن وكتب على حساباته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي وقال سيادته ما زال ابناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعه والتضحيه مستمرين في انكار فريد للذات وايمان لن يتزعزع بعقيده صون الوطن. واؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب. وأتقدم سيادته لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. سيادة الرئيس امبارح أيضا عمل اجتماع تابع فيه تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، خاصة في منطقتي توشكى في جنوب الوادي والدلتا الجديدة بالضبعة. كمان تابع أيضا المشروعات الزراعية في بني سويف والمنيا، وده في إطار استراتيجية الدولة اللي بتهدف لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة السيد الرئيس لتطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، خاصة في منطقتي توشكى بجنوب الوادي والدلتا الجديدة بالضبعة، فضلا عن محافظتي بني سويف والمنيا، حيث اطلع سيادته على تفاصيل المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات بما في ذلك البنية الأساسية واللوجستية من طرق ومحاور وتوفير المقنن المائي وتطبيق أنسب وسائل الري الحديثة وإمدادات التغذية الكهربائية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية بما يساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وكذلك فتح آفاق التصدير، وهو الأمر الذي يعزز من دور قطاع الزراعة في دعم الاقتصاد الوطني ويساعد على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين في التخصصات المختلفة. المتحدث العسكري قال امبارح في بيان انه في مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما اسفر عن استشهاد ضابط وعشرة جنود وإصابة خمسة افراد، وتم مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في احدى المناطق المنعزلة في سيناء. وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره. كمان امبارح كان في مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ تكليفات السيد الرئيس بشأن جذب مزيد من الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص وتوطين مختلف الصناعات. وتم نفي أيضا الأخبار اللي تم تداولها حول وقف بيع المشغولات الذهبية بكافة الأسواق. خلينا نشوف التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية بشأن جذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص. قال رئيس الوزراء إن الحكومة هتعمل خطة تنفيذية بتوقيتات زمنية محددة لجذب المزيد من الاستثمارات وتفعيل دور الصناديق الاستثمارية. كمان امبارح الدكتور مدبولي عمل اجتماع تاني تابع فيه فرص الاستثمار الصناعي لتعميق التصنيع المحلي، وقال إن الحكومة بتعمل على اتخاذ الإجراءات والقرارات اللي بتستهدف توطين مختلف الصناعات بمشاركة القطاع الخاص اللي بيعد الشريك الأساسي للدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الأخبار اللي تم تداولها حول وقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها. المركز قال إن المنشور المتداول على السوشيال ميديا وهمي وغير صادر عن أي جهة حكومية، وإن حركة البيع والشراء مستمرة بشكل طبيعي بكافة محلات الذهب على مستوى الجمهورية. أما بالنسبة لجولة المحافظات فمعنا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها الإعلان عن صرف 6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة في سوهاج، وأيضا الاستعداد لافتتاح مشروعات جديدة في دمياط بمناسبة عيدها القومي، وأخبار تانية مهمة من أسوان واسكندرية وجنوب سيناء. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من أسوان. الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة قال إنه خلال أيام عيد الفطر المبارك كان في إقبال كبير جداً على زيارة الأماكن الأثرية للسائحين بالجنسيات المختلفة والزائرين المصريين، وقال كمان إن أبرز المناطق الأثرية اللي حققت نسبة توافد عالية خلال أيام العيد هي معابد إدفو وكومامبو. امبارح اللجنة العلمية والفنية لمنظمة اليونسكو عقدت اجتماعها الـ14 الخاص باتفاقية عام 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. تم خلال الاجتماع انتخاب الدكتور عماد خليل أستاذ الآثار البحرية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية لمنصب نائب رئيس اللجنة العلمية والفنية بمنظمة اليونسكو لاتفاقية عام 2001. كمان امبارح أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قيام مديرية القوى العاملة بالمحافظة خلال إبريل اللي فات بصرف 6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة، وفي مجال خفض معدلات البطالة تم تعيين 520 شاب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري. امبارح ايضا اكد محافظ جنوب سيناء خالد فوده رفع درجه الاستعدادات القصوى بالمحافظه لمتابعه كل المشروعات الجاريه بكافه المدن وخاصه مدينه شرم الشيخ اللي بتستعد لاستضافه المؤتمر العلمي للمناخ COP 27 في نوفمبر 2022. النهارده محافظه دمياط هتحتفل بعيدها القومي، وهيتم افتتاح مشروعات جديده بقطاعات مختلفه بتكلفه اجماليه 870 مليون جنيه.